بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الاصفرار ديال الاسنان، من الجير المتراكم بالاسنان، فاليوم جبت لكم واحد الوصفه رهيبه بالكوكاكولا والليمون، كتعطي واحد التبييض فوري وفي ثواني. فإلى عندكم الكوكاكولا جربوا هذه الوصفه دابا، غادي تصدمكم النتيجه وغادي تنبهروا بالنتيجه. فمهما كانوا الاسنان ديالكم صفرين، مهما كان عندكم الصداع والجير، فكل شيء كيزول وداك الجير كيتساقط وكيتفتت. يعني وصفه المفعول ديالها قوي، يعني في تبييض الاسنان. الا كتفكروا انكم ديروا التبييض ديال الاسنان فجربوا هذه الوصفه هذه وردوا عليا الخبر. يعني وصفه من اول مره غادي تستعملوها كتعطي واحد التبييض، ما غاديش تضطروا انكم تعاودوها باش تحصلوا على نتيجه في التبييض. يعني وصفه سهله والمكونات ديالها بسيطه عندكم في الدار. فغادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات، طريقه التحضير، تبعوا معايا لا فيديو حتى التالي. بالنسبه للناس اللي عندهم اللثه مريضه، اللي عندهم المشاكل ديال اللثه والرائحه الكريهه، فغنعطيكم واحد الوصفه اللي رائعه واللي يعني كتقضي على نزيف اللثه وعلى اللثه اللي كتكون مريضه. فكما كتشوفوا معايا عندنا اول مكون رئيسي في الوصفه اللي هو الكوكاكولا، هذا المشروب الغازي. فصراحه انا جربت هذه الوصفه هذه اللي غادي نشاركها معكم، وصفه زوينه وقلت غادي نبارطاجيها معكم تنتوما تستفدوا منها. فهي يعني الناس اللي عندهم اسنانهم يعني حالتهم فيهم ديك الاصفرار بزاف، عندهم الجير، عندهم مشاكل بزاف يعني في الاسنان ديالهم، فغيجربوا هذه الوصفه هذه غيشكروني عليها. يعني وصفه ملي جربتها انا قلت غادي نبارطاجيها معكم بدون يعني تردد، لانها زوينه بزاف وغتجربوها وانتم حكموا على النتيجه. كيف ما شفتوا معايا خديت الكوكاكولا تقريبا واحد جوج معالق كبار هكا ديال الكوكاكولا، ما عامرينش بزاف. ومن بعد غادي ناخذ ثاني مكون اللي هو الليمون او الحامض، كما كتشوفوا معايا غادي ناخذ حتى هو منه واحد الكميه. كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي نعصروا هكا واحد الكميه تقريبا ملعقه صغيره عامره، غنضيفوها على الكوكاكولا كما كتشوفوا معايا، وغنخلطوا هاد المكونات هادو بجوج مزيان. بالنسبه يعني لهاد الوصفه هذه فصراحه يعني كتحيد حتى داك الاصفرار يعني اللي كيكون قابض في السنان. فبعد خطرات يعني تنحكوا الاسنان ديالنا مزيان، يعني كيبانوا لينا تنقاو ولكن راه كيبقاو فيهم بحال ليطاش. فهاد الوصفه كتحيد ليطاش من الاسنان، يعني كتعطي واحد البياض يعني ناصع للاسنان بحال يعني درتو التبييض. هنا عندنا ثالث مكون اللي هو النشا، يعني النشا الذره. كيف ما كتشوفوا معايا كندير واحد الملعقه صغيره ديال النشا، غير معلقه صغيره، كنضيفوها على هاد المكونات هادو بجوج وكنخلطوا مزيان اولا كنحركوا مزيان حتى كيدوب لينا داك النشا مع الخليط. كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، بعد ما تنخلطوا هاد المكونات هادو مزيان غادي ناخذوا المعجون ديال الاسنان. ممكن تستعملوا اي نوعيه، كيف ما كنقول لكم دائما اي نوعيه عندكم ديال معجون الاسنان غتستعملوها في هاد الوصفه. غادي ناخذوا تقريبا واحد ملعقه صغيره تكون عامره، وغادي ندمجوا هذا المعجون ديال الاسنان مع باقي المكونات الاخرى جيدا. مهم البنات اللي بغات شي وصفه تحطها ليا يعني في لي كومونتير باش ان شاء الله نشارك معكم كاع الوصفات اللي كتبغيو. فاي وحده محتاجه شي وصفه مرحبا خليوها ليا في التعليقات. بعد ما غادي نخلط هذا المعجون ديال الاسنان مزيان مع هاد المكونات هادو وكتخلطوه مزيان حتى كيدوب، مهم غير يعني تخلطوه مزيان. المهم انا غادي نرجع معاكم دابا، راه خلطته مزيان عاد رجعت معاكم انتما كي كتشوفوا معايا. دابا بعد ما خلطت هذا المعجون الاسنان مع دوك المكونات كناخذوا الشيته ديال السنان او الفرشاه ديال الاسنان وكنحكوا الاسنان ديالنا مزيان مده واحد 3 دقائق.
يعني واحد النتيجة روعة روعة روعة. وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة هذه، فيعني كتعطي واحد البيوضة اللي زوينة، ويعني الا كان عندك الاسنان ديالك فيهم داك التقديم او لا الكالكير ولا يعني الاصفرار ما كيبغيش يتحيد لك من الاسنان ديالك، فهذه هي الوصفة اللي غادي تنفعك بزاف واللي غادي يعني تنقي لك السنينات ديالك مزيان. هاد الوصفة هذه كديروها مرة يعني في الشهر، مرة في الشهر فقط، يعني كتعطي واحد النتيجة اللي زوينة بزاف. وجربوها وشوفوا النتيجة ديالك كيفاش دايرة، وخلوا لي التعليقات يعني الآراء ديالكم في التعليقات إن شاء الله. دابا من بعد ما شاركت معاكم هاد الوصفة، غادي نعطيكم واحد الوصفة للناس اللي عندهم اللثة مريضة، اللي عندهم نزيف ديال اللثة. وكيف ما كنقول لكم دائما في الوصفات اللي كنعطيكم ديال الاسنان، اللي عنده اللثه كتنزف بالدم او اللي عنده الرائحه الكريهه، عنده اللثه مريضه، ما ديروش حتى شي وصفه، يعني عالجوا اللثه، يعني حتى تبرى لكم اللثه ديالكم عاد باش تقدروا تستعملوا شي وصفه طبيعيه. مهم بالنسبه لهاد المحلول اللي غادي نشاركه معاكم، اللي هو غسول ديال الفم، غادي نحتاجو فيه القرنفل كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نحتاجو تاني مكون اللي هو الملحه الحيه. الملحه الحيه معروفه يعني كتباع عند العطار، هي على شكل بحال الحجرات، يعني كتباع على شكل الحجيرات، انتم كي كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها. هذه الملحه الحيه، فهي كتقتل الميكروبات، كتقتل البكتيريا، كتجمع اللحم اللي كيكون كيهرب على الاسنان، بالنسبه للناس اللي عندهم هذه المشاكل ديال نزيف اللثه، فيعني كتوقي يعني من الامراض ديال اللثه، مزيانه بزاف، فهي كتقتل دوك الميكروبات كيف ما قلت لكم، والبكتيريا، يعني كتعالج لك المشاكل ديال اللثه كامله. كذلك هاد الملحه، يعني الملحه الحيه كتبيض الاسنان وكتنقي الاسنان. درتها هي والقرنفل كيف ما كتشوفوا معايا، وزدنا عليهم الماء، الماء يكون غليان مزيان، كتغطيو عليهم واحد المده ديال 15 دقيقه بلا ما ديك الملحه كتذوب، وداك القرنفل تيطلق مزيان دوك الفوائد ديالو. ومن بعد تاخذوا هاد المحلول وكتشلوا بيه يعني الفم ديالكم قبل الفطور، وكذلك قبل النوم، وممكن كذلك تشلوا بيه الفم ديالكم يعني في وسط النهار. كما كتشوفوا معايا، المهم انا غير هنا ما خليتوش يعني بقى واحد المده لانني كنصور، المهم نتوما غتخليوه مده 15 دقيقه هكا باش دوك المكونات يطلقوا الفوائد ديالهم. كديروا بيه واحد المضمضه هكا واحد المده ديال دقيقه، واحد المضمضه زوين بزاف يعني عن تجربه. ديروه يوميا الا كنتو كتعانيوا هاد المشاكل ديال اللثه، يوميا مده واحد 3 ايام 4 ايام، راه باذن الله المشاكل ديال اللثه كلها غادي تتحيد وفي امان الله.